أولا نعرف شو معنى genetics. What is genetics؟ يعني شو كلمة genetics؟ genetics is the study of heredity، يعني هو علم الوراثة. The process in which a parent passes certain genes onto their children، يعني هو العلم اللي يدرس شلون الصفات تنتقل من الآباء إلى أبنائهم عن طريق شنو الجينات. يعني الأطفال تأخذ جينات من آبائها. So what does that mean؟ يعني هم بشكل أوسع شو معنى genetics؟ Children inherit their biological partner parents genes. يعني الأطفال تورث صفات بيولوجية جينات بيولوجية من آبائها that express specific traits. يعني الجين شنو فائدة راح يعطيني صفة معينة. Okay, such as some physical characteristic. يعني ممكن تكون صفات فيزيائية، مثلا أكو شخص ياخذ فد صفة من أهله، مثلا العيون اللي عيونه لون بني أو اللي شعره لونه أصفر أو أسود، هاي يسميها traits. هاي الصفات اللي هي عن طريق الجينات، يعني بياخذ له جين مثلا ينطينا هذه الصفة، فالأبناء ياخذون هاي الصفات من آبائها. بعضها physical characteristics صفات عضلية، مثلا ممكن يكون طويل يكون قصير. natural talents حتى المواهب، يعني يكون شخص فنان artist أو شخص ممكن يكون ذكي بشيء معين، هم يأخذ من natural talent من أهلهم. and genetic disorder، يعني مو بس الشغلات الزينة نأخذها، أيضا الشغلات المؤذية ممكن أن تكون فد خلل بالجينات، ممكن تعطينا أمراض وراثية. okay، مثلا عندنا down syndrome، مثلا هاي الأوتيزم، توحد، يعني هواي أمراض تجينا عن طريق الجينات تكون بها مشكلة فتنطينا أمراض للchildren الأولاد. So, genetic concept, hereditary, describe how some traits are passed from parent to their children. يعني هو هذا المصطلح راح نجي هواي ناخذه، شلون ممكن انه الصفات تنتقل من الاباء الى الابناء. The traits are expressed by genes, which are small section of DNA. احنا قلنا الجين هو الشيء ينتقل من الاباء للابناء وينطينا صفات traits، زينه او مو زينه، بعد هي تجي من الاباء. هذا الجين هو اصلا جزء من شيء اكبر اللي هو الدي ان اي that are coded for specific trait. هسه مثل ما تشوفون هنا هسه شكل متموج يكون two lines، يعني هاي جزئيتين، زين بينات هاي نيوكليوتايد هنا شو نشوف بالشكل مرتبطه. بعدين هذا يصير بكوندنس ينطينا فشيء اسمه الكروموسوم، زين. فالجينات هو جزء، هذا الجزء الصغير من الدي ان اي هو هذا الجين. زين هسه نجي للكروموسوم ندرسها. genes are found on a chromosome. احنا عرفنا الجينات موجوده على الكروموسوم، هسه هذا ترتيب، هذا نوكليوتايد نعطينا شنو، تعطينا جين وموجوده على الكروموسوم. هاي اشكال الكروموسومات. هو منها 22 set of 23 كروموسوم. عندنا مجموعه الكروموسوم شيء ينقل لك المعلومات الوراثيه، مثل ما قلنا الوراثه شنو، يعني انت تاخذ صفات من اهلك، الشيلدرن ياخذون صفات من اهلهم، هاي المعلومات شلون تنتقل؟ تنتقل عن طريق الدي ان اي. يعني احنا مثل ما نعرف انه نصف الكروموسومات جايه من الاب والنصف الثاني من الام، زين. فمناصفة يعني بالضبط، يعني تكون 50-50، فراح ناخذ نصف المعلومات الوراثيه، المعلومات تكون مشفره بداخل هذا الدي ان اي حسب ترتيب النيوكليوتايد، تنطيك شفره وراثيه وبالتالي تنطيك صفه معينه. From one generation to the next، يعني راح ننتقل من هذا الجنريشن، احنا مثلا هذا جنريشن الاباء هو جنريشن، يجي الجنريشن الثاني اللي هو الابناء احنا نسميه second generation. Reside in cell nucleus، عاده هو الدي ان اي موجود بداخل
النواه. النواه. DNA contains genes. إيه عزيزتي لا تحكي أنا جاي أحكي. DNA contain genes. Okay. يعني يحتوي قلنا DNA يحتوي على هاي الجينات. يعني عبارة عن شنو؟ عبارة عن نيوكليوتايد مرتبة بترتيب معين تعطينا الشفرة الوراثية. فالجين الشفرة الوراثية. مثلا طبعا مختلفة بالعدد. يعني أكو جين مثلا هو مثلا 100 KB. لا أكو واحد أكو جين ثاني يكون 1000 KB. يعني مختلفة بالعدد. بس كل واحدة تعطينا صفة معينة. Each gene is responsible for the production of a particular protein. DNA, شنو صفة؟ إنه يحتوي على جينات. الجينات تصير بها عملية يسموها الترانسكريبشن. تنطينا شنو؟ تنطينا الـ RNA. mRNA. بعدين الـ mRNA شو راح ينطينا؟ راح ينطينا بعملية الترانسليشن اللي هي الترجمة راح ينطينا البروتين. هاي يسموها الـ molecular genetics dogma. DNA يعطينا mRNA والmRNA يعطينا بروتين. A strand of DNA is a chromosome. يعني تتجمع تصير بها كوندنس يعني تشتم ضغط رح تعطينا الكروموسوم. Set of chromosomes carried by an organism is a genome. يعني مجموعة الكروموسومات الموجودة بداخل الأورجانزم احنا نسميها الجينوم كاملة. زين قلنا هو شكله يكون دبل هيلكس. يعني شفنا الشرطه اثنين سوار صارت سوا ملتفات وبيناتهم الهيدروجين بوند او هذا الاواصر النيوكليوتايد ترتبط. من شنو مسكون الدي ان اي؟ مسكون من اربع نيوكليوتايد اللي هي ادمين سيتوسين جوانين ثايمين نزلها اي سي جي تي. بالنسبه للدي ان اي احنا عاد هو مثل الشريط جزء يعني الطرف البداية مالته بداية الـ DNA نسميها الـ 5 برايم. والطرف الثاني نسميه الـ 3 برايم. بس عرفنا انه بدايته اي جين يعني اي pieces of DNA 5 برايم وعندنا جزء من الجهة الثانية 3 برايم. والقواعد الأساسية هاي يكون A ترتبط مع T و C ترتبط مع G. Order of these pairs is a sequence. يعني من ترتب هاي الأزواج مع بعضها البعض رح نعطيهم sequence. هذا السيكونس راح يعطيني صفة معينة. إذا خربط أي شيء بالسيكونس راح يعطيني صفة جزء مغايرة. إنشال جزء إنشال نيوكليوتيد من هذا السيكونس يسمونه ديليشن يعني حذف نيوكليوتيد راح تعطيني جزء صفة ثانية أو جزء جين كامل يتعطل. فهذا السيكونس جدا مهم. بعدين راح أعلمكم شلون راح تقولون السيكونس للدي إن إيه. زين هسه نجي بس نشوفه على شكل. هنا أنا قلنا شكله مثل ما قلنا دبل هيلكس. هذا هو شكل الدبل هيلكس. بيناتهم شنو؟ بيناتهم بيس بيرز المرتبط بالهيدروجين بوند وهذا يسمونه الباك بونز. الباك بونز يعني الظهر او الظهر العظمي هو ترجمته الحرفيه بس يسمونه الباك بونز للدي ان اي. هذا تضيف انه يحميه. مثل ما قلنا في جزئيه ادنين راح تربط مع الثايمين. اوكي؟ الجوانين تربط مع السيتوسين. اي تي وسي جي. هاي يسمونه شوجر فوسفيت باك بون. قلنا متكون من ماده الشجر وياها فوسفيت باك بونز اللي هو نظيفه الحمايه والمحافظه هذا الشكل المعين للدي ان اي. زين قلنا يكون مختلف ابدال مثلا نشوف number of base pair يعني ايش قد عندنا ازواج من القواعد الهيدروجين مثلا هنا اكو اربع هنا فروت فلاي تعطينا 180 مليون اوكي طبعا يختلف بالتالي شو يختلف عندنا؟ يختلف عدد الجينات يعني كل ما تكون شنو جينات جيناتها 3200 نقارنها وين الانسان اللي تكون جيناتها من 25 ل 30 الف طبعا هذا العدد راح تشوفونه من كتاب لكتاب يختلف اوكي بس هو عاده يقولون انه 24000 25000 جينات ولانه هو باستمرار العلماء جاي يكتشفون جينات جديده وجاي يشوفون شغلات جديده ما كانت موجوده في ذاك هذا هاي الارقام تقريبا بازدياد اوكي مثل ما نشوف هنا يعني نشوف اعداد البيس بير مختلفه حسب شنو حسب التعقيد للأورجانيزم
يعني مثلا الانسان يكون معقد اكثر ما هو الكون مثل الماوس. Why so many base pairs؟ ليش قبل شو يسمونه؟ يسمونه اكو جزء يسمونه كودينج وجزء يسمونه نون كودينج. يعني الـ DNA هسه موجود هو بداخل جسم الانسان، مو كامله راح يسوي لنا mRNA ويسوي لنا بروتين، لا اكو مناطق مثل الـ DNA فارغه، يعني ما عرفوا شنو فائدتها بالبدايه، اصلا ما سوي لنا طلاب طفوا سوي ميوت الميكروفون يمكم لان جاي يصير صوت المحاضره. اوكي فنرجع انه قلنا الدي ان اي مو كل الجينات مو كل الجينات الموجوده عليه راح تعطينا ام ار ان تعطينا دي ان اي، جزء من عندها ما يعرفون شنو وظيفته فسموا هذا الجزء اللي ما يعرفون شنو وظيفته. اول ما بدات هاي اكتشفوا بالتسعينات سموه جونك، يعني شيء لا شيء فشيء زايد. اوكي بعدين لا لقوا انه يسمونه باسم احسن اللي هو نون كودينج، هو مجرد انه ما يعطينا كودينج للبروتين بس بنفس الوقت يعطينا ام ار ان اي. وبعدين اللي طلعت فائده جدا مهمه بالريجليشن، اكو هاي المناطق اللي قبل سموها جانك لقوا انه لها دور جدا رئيسي بالسيطره على السرطانات. يعني هي ما سوينا كودينج بس اذا فقدت راح يصير الشخص معرض يكون عنده مثلا يكون vulnerable ل كانسر او cardiovascular ديزيز او امراض ثانيه. فاذا الاسم الاول اللي ضهي جانك هو كان اسم خطا، فالاسم هسه الموجود الى العلم الافضل اللي هو النون كودينج دي ان اي. فقلنا هي portion of DNA sequence for which no function identified، يعني هذا الجزء اللي هو بذاك الوقت ما لقوا له اي وظيفه وتمثل مساحه كلش كبيره من الجسم، سواء حوالي 98.5% من الجينوم. لكن recently يعني بالايام الاخيره العلماء وجدوا انه هاي النون كودينج دي ان اي is important in regulation، عمليه السيطره، يعني هي جزء من الدي ان اي. ايش راح ينطينا؟ راح ينطينا الامر ان اي تعطينا دي ان اي تعطينا بروتين. الجزء الباقي اللي هو الاكبر اللي هو ما يشفر للبروتين راح وظيفته شنو؟ يسيطر انه يخلي يخلي هذا الترانسكريبشن والترانسليشن يمشي سموثلي بطريقه صحيحه. اذا صار اي خلل بالمنطقه النون كودينج شو يحصل عندنا؟ يصير عندنا خلل بالتشفير للبروتين بالمنطقه اللي هي كودينج، وبالتالي اذا وظيفته مو جنك وانما وظيفته هو ريجوليشن. هسه شنو؟ why is DNA useful؟ يعني ليش احنا نعتبره جدا مهم؟ Every living thing on earth uses DNA to store and transmit information. DNA وظيفته انه يخزن معلومات، يعني كمان شلون العقل اللي للجسم. وترانسميت انفورميشن، يعني هاي المعلومات او هاي الصفات اي اورجانيزم على وسط الكره الارضيه راح يخزن صفاته بداخل DNA. على مود يوديها تروح ترانسميت للنكست جنريشن للجيل الجاي، راح تروح عن طريق شنو؟ عن طريق جزيئه الدي ان اي راح تنتقل للاولاد. كتالوج all the different function performed in our organism، يعني هو عباره عن كتالوج كل الفانكشن، اي وظيفه بداخل الجسم هي مسيطر عليها دي ان اي. واذا اي خلل بالدي ان اي بهذا مثلا جين معين جاي يسيطر لنا مثلا على على انتاج الليبيد، صار مشكله تخرب عندنا الليبيد بالجسم. اوكي فجزء يخسر لنا على افراز بروتينات مهمه للثينكينج او للبرين، صار عندنا مشكله بي، صار الشخص منتال ريتارديشن، يعني صار الشخص متخلف او شخص عنده اعاقه. فهذه الدي ان اي جدا مهم والمحافظه عليه وعلى السيكونس مالته يقدر يفهم شنو السيكونس، شلون السيكونس وشلون يعالج هذا السيكونس اللي صار به خلل. ممكن يعالج الديزيز من السورس، يعني تعالج المرض من المنشا الرئيسي اللي هو دي ان اي، يعني اذا كان هو الخلل بداخل الدي ان اي. Identify similarities among organisms. طبعا هذا اي يعني شو يسوون؟ اقصد برنامج اسمه لاين اب، يعني يجيبون السيكونس مالت الهيومن مثل ما غوريلا مالت يعني الغوريلا مالت المونكي القرد الماوس، يسوون لاين اب ويشوفون التشابه مالته، عم يدرسون نظريه التطور، يعني يشوفون هاي الحيوانات شلون اجت، اذا كان مثلا حيوان معين تبدل الى حيوان اخر. اوكي identify inherited traits، وبالتالي راح نشوف الصفات المعينه، يعني انه هاي الصفات راح تجينا من الدي ان اي زين، راح تنورث بالاولاد من خلال الدي ان اي مثل ما قلنا الاباء
ترانسمس انفورميشن راح ينقلون صفاتهم لابنائهم عن طريق الدي ان اي. ايضا وظيفه الى اجوا سامعين بهذا تشوفون افلام بوليسيه وافلام علميه سولفينج كرايمز، يعني عاده الدي ان اي هو تكون الشفره الوراثيه لاي شخص مختلفه عن الاشخاص البقيه. فاذا مثلا اكو كرايم سين في منطقه بها جريمه، اذا تشوفون اذا ياخذون عينات من المكان ويطلعوا يستخلصون الدي ان اي. اوكي، فمن يستخلصون هذا الدي ان اي راح يعرفون هذا الشخص الفلاني كان بهذا المكان، وبالتالي تكون واحده من فوائد العمليه بال بالشغل. زين، هسه نجي دي ان اي ريبليكيشن. دي ان اي مولكيول سبليتس each half get copied. Okay. كل جزيئة الدي ان اي ايش راح يصير بيها؟ راح من تبدي تنقسم ايش راح يصير بيها السبلت؟ يعني احنا مو قلنا هي عباره عن دبل اثنين سور مربوطه سوا. من تبدا عمليه الريبليكيشن يعني تتكاثر جزيئة الدي ان اي ريبليكيشن ايش راح اول شيء تنفتح؟ هذا اللي هاي راح سبلت. سبلت يعني تنقسم، كل جزيئه راح يصير من جهه واحد. To get copied. Why is the DNA double-stranded more stable? ليش هو قلنا عليه يكون double-stranded؟ ليش جزيئتين عم يكون stable؟ Replication consists of half new and half old. بالتالي راح يكون عندنا جزء جديد وجزء شنو قديم. Allow for error corrections. Okay. راح تعطينا شنو فشيء اسمه error correction. طبعا ما يصير replication بداخل DNA. ما توقعون انه الريبليكيشن يكون خالي من الاخطاء. اغلب الريبليكيشن بداخل DNA متجد الشخص يتكون تصير اكو اخطاء، وهي اصلا اكو علم خاص بها يدرس فقط اخطاء DNA. فوجود الجزيئتين راح ينطي شنو راح يحدد بالشفره الوراثيه اللي راح تتكون، وبالتالي كون الدبل ستراند راح يقلل من نسبه شنو نسبه الاخطاء الموجوده. اذا بيس از دامج كان كوركت، واذا عندنا مثلا جزيئه واحده ضررت او تلفت فممكن نصححها. لايك رايت هسه عرفنا ان الدي ان اي صار عندنا في الترانسكريبشن راح يعطينا ماده اسمها الار ان اي واللي هي ريبونيكليك اسيد. فترانسكريبشن كوب دي ان اي تو ار ان اي، يعني الدي ان اي راح يتحول الى ار ان اي. اونلي جينز جيت ترانسكرايبد، فقط الجينات اللي هي كودين راح يصير بها ترانسكريبت. بروموترز دي ان اي سيكونس ذات انيبل جين تو بي ترانسكريبت. البروموتر شنو؟ البروموتر عباره عن سيكونس يعني ترتيب معين من من الجينات موجود على مسافة تكون عادة قريبة للجين أو بدايته. هاي بروموتر شنو تخلي عملية ترانسكريبشن تصير، يعني تنطي أوردر للي تنطي أوردر أو تتكون الماسنجر، يعني في الترتيب في بداية الدي إن إيه بداية الجين اللي نريد نسويه كودينج، اللي يصير بيه كودينج يسميها البروموتر. أوكي، اللي إذا أكو بروموتر راح يصير شنو؟ راح يصير عندنا ترانسكريبشن هذا الجين. وأكو جينات مو بس البروموتر تحتاج، بروموتر تحتاج في شيء اسمه انهانسر. اوكي، ونفس الوظيفه عباره عن ترتيب من النيوكليوتايد على مسافه قريبه من هذا الجزء من جزيئه الجين اللي تصير بيها ترانسكرايب، وظيفتها تحفز عمليه ترانسكريبشن لهذا الجين. اكسونز بروتين كودينج سيكونس اوف جين، هو الجزيئات اللي بالدي ان اي اللي تصير بها ترانسكريبشن او تصير بها سبلايسنج هي يسموها الاكسونات. الانترونات section of DNA that are spliced out after transcription. احنا قلنا هسه الـ DNA متكون من جزيئة يسموها exons وجزيئات intron. الاكسونات هي الترتيب اللي بيها هو اللي راح ينطينا ترتيب الـ mRNA. اوكي، الانترونات راح يصير بيها سبلاسنج، يعني شلون تنقص الانترون ينقص من هذا ينحذف، تجي بس الاكسونات ترتبط سوا تعطينا الـ mRNA. وبالتالي الـ mRNA ما راح يعطينا بروتين، راح يعطينا بروتين بالترانسليشن، راح يعطينا فقط من ترتيب الاكسونات. messenger RNA mRNA move out of cell nucleus. اللي هو messenger RNA راح يكون خارج النيوكليوس to provide building plans for protein. احنا قلنا مكان الـ مكان الـ DNA داخل النيوكليوس. الـ mRNA من راح يجي يصير بعمليه ترانسكريبشن؟ تكون عندنا ار ان اي راسا راح تجي في ناقلات معينه تنقله، او هو راح ينتقل من النيوكليوس راح ينتقل للسيتوبلازم. زين، عمود بالسيتوبلازم انه يسوي عمليه اسمها ترانسليشن وينطينا البروتين. ار ان اي الفابت يوراسيل انستد اوف تايمين، يعني الفرق ما بين ار ان اي والدي ان اي انه عندنا جزء يوراسيل انستد اوف تايمين. هسه
بس نجي بروتينز. عرفنا انه هو الاساسيات بالجينيتكس انه عندنا دي ان اي، الدي ان اي صار بترانسكريبشن انطانا ام ار ان اي، ام ار ان اي صار بترانسليشن انطانا بروتين. اوكي فصار عندنا هسه البروتين building and machine inside a cell هي عبارة عن الجزيئات البناء داخل الخلية composed of amino acid متكونة من أحماض أمينية. أوكي يعني تروح تترجم هاي النيوكليوتايد حسب ترتيبها تنطينا ترتيب الأمينو أسيد اللي يكوننا البروتين. analogy DNA and RNA send and store information protein make things happen. أوكي فبالتالي شو راح يصير عندنا دي ان ار ان اي راح يخزن معلومات داخل هذا البروتين. يعني شو قلت المعلومات راح تعطينا تترجم على شكل بروتينات اللي هو البروتينات كانه شلون اللي يخلي الاشياء تحصل. اوكي يعني اللي يسيطر على الجسم can fold into shapes depend on their amino acid sequence. البروتين ما راح يجي بشكل يعني شيء راح بشكل ستريت ممتد، لا راح يصير بفولدنج، راح يجي شيء يصير يتكور بالشكل انه بعتمد يتكور وراح يصير بشو يسمونه فولدنج. يعني يصير هسه راح اعطيكم صوره له شلون هسه هذا هنا زين، يعني ما راح يعني هذا عباره عن شيء راح يجي يلتف كويلد بس بهذا الشكل. اوكي زين شنو ال قلنا راح يصير بي شنو فولد. الفولد ما راح يكون عشوائي، حتى الفولدينج كل شيء بحساب، يعني الترتيب يكون بحساب كله مشفر حسب احنا شلون الدي ان اي يشفر. اوامر هذا راح البروتين راح يصير، وحتى المينيو شيء راح يلتف ويضينا في فولد معين. كلها متحددة حسب حسن and out to be used as structural support that can be used at most of the protein in my دكتورة صوت كان رايح ما سمعنا أي شيء. ايه هسه تمام دكتورة. يا سلايد اخر شيء وانقطع عندكم الصوت. هذا شفتوه من شرحته؟ البروتينز دكتور. منو؟ هذا سلايد؟ ايه دكتور. اوكي. خلي عيني خاف ما سمعته، انه قلنا البروتينات هو بولدينج اند ماشينز، قلنا انه هو الدي ان اي ايش راح يسوي لنا ترانسكريبشن يعطينا mRNA يطلع خارج النيوكليوس وصل للسيتوبلازم راح يصير بعمليه ترانسليشن الترجمه ينطينا بروتين. البروتين شو فائدته؟ فائدته انه يبني لنا جسم الانسان كل شيء بروتينات. build and machines inside cell composed of amino acids. الانالوجي انه دي ان اي ار ان اي send and store information انه اي معلومات داخل الدي ان اي راح تنتقل، هاي الشفره الوراثيه تنتقل من الدي ان اي للار ان اي، وبالتالي راح تعطينا حتى البروتينات هي عباره عن شغلات مشفره حسب ترتيب النيوكليوتايد حسب الشفره الوراثيه شلون راح تكون، راح يكون البروتين مشفر. can fold into spaces into shapes depend on their amino acid sequence. يعني ترتيب حتى الفولد احنا البروتين اول ما يتكونها عباره عن ثلاث شريط متكون من احماض امينيه، ما راح يبقى هالشكل داخل الجسم لانه اصلا راح ياخذ سبيس اذا يبقى هالشكل، فراح يصير عمليه فولدنج يعني يتصفط يتكور، راح تكون بيناتها اواصر على مدة ربع. حتى هذا الفولدينج حتى هذا عملية الفولدينج راح يتحكم بها منه، راح يتحكم بها الشفرة الوراثية الجاية يعني حسب شنو ترتيب الامينو اسيد اللي هو جاينا حسب شنو عندنا ترتيب النيوكليوتايد راح تكون عندنا الفولد معين، بعدين نجي نشرحها هاي بالتفصيل. هسه شلون يكون الفولد؟ هذا الفولد احنا قلنا اذا امينو اسيد واحدة يكون على شكل شريط بس هو الحقيقة راح يكون هالشكل يكون فولد فولدد. اوكي فهذا مثال الكولاجين shaped like a rod مثل العصا to be used as structural support لان هذا وظيفته انه هو مثلا للدعم support فيكون شكله هالشكل، بينما عندنا الميوسين has a hook يعني يكون هذا شكله مختلف. راح نشوف هنا شلون التجويف شلون كانما hook مثل السناره. شنو فائدته؟ because it's used as a motor function found in muscle.
لأنه وظيفة الطلب عندها هذا الشكل، فيكون عملية الفولدينج عملية إنه الطوي مالته تكون بشكل معين. نعرف أنه عندنا 20 أمينو أسيد، أعتقد بالبايوكيمستر أخذتوها، عندنا 20 أمينو أسيد. Genetic code ribosome reads mRNA and writes protein 3 at a time. Okay, الريبوسوم هو المشين راح تقرأ شنو الشفرة موجب الأمارنة ينطينا شنو تطينا بروتينات، وممكن تقرأها بشكل معين يعني نفس الأمارنة ينطينا أكثر من بروتين زين حسب شنو حسب الحاجة حاجة السيل. Each three letter RNA sequence translate to one of the 20 symbols. يعني كل ثلاث أحرف موجودة بالRNA تنطينا شنو تنطينا تنطينا أمينو أسيد. إن شاء الله الجرح راح أعطيكم هاي الشفرات شلون يقراها شلون يقراها الريبوسوم. Degenerates 4-3-64 combination but only 20 symbol redundancy. Okay. And that's all. هاي المحاضرة اليوم كان بداية تكون قصيرة، إن شاء الله الأسبوع الجاي أشوفكم أعطيكم كلهم على الجينيتكس. Any question؟ عندكم أسئلة؟